مشاهدينا الكرام متتبعي موقع منبر 24، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم من مدينة نيس الفرنسية بمكان الإقامة. هنا معنا الزميل الصحفي الغني عن كل التعليق بدر الدين الإدريسي، مدير تحرير جريدة المنتخب. أهلا وسهلا سي بدر الدين. مرحبا بك زميلي العزيز، مرحبا بكل من يتابعك على منبر 24. أنقل لهم تحيانا من هنا من مدينة نيس، ونتمنوا أنه يكونوا مستمتعين معاك ومع جميع وسائل الإعلام بهذه الألعاب الأولمبية التي تقام على أرض فرنسا. هي تقام في باريس، ولكن كثير من الرياضات وبخاصة كرة قدم تقام في كثير من المدن الفرنسية، وهذا هو اللي كيخلينا أننا ننتقل بين وقت وآخر من باريس إلى سانت إتيان، سانت إتيان إلى نيس، ثم العودة إلى باريس طبعا. شكرا سي بدر الدين. قبل ما نسولك على المقابله المقبله ديال الفريق الوطني اللي غتجرى يوم الجمعه المقبل امام النظير الامريكي، ضروري نرجعوا للمقابله ديال اليوم، كيف شفتي الاجواء وكيف دازت يعني النتيجه، ونرجعوا ثاني المقابله قبل ديال اليوم ديال اوكرانيا، ويعني هذا المجموعه اللي تشبكات فيها الامور، خصوصا ان المجموعه ما تاهلوا الا في الاخير لحظه. هي في الواقع ونحن ننهي الجولة الثانية من دور المجموعات لهذه المجموعة بالذات، المجموعة الثانية تملكتنا الحيرة من أن لربما أربعة ديال المنتخبات تقف بعد جولتين على نفس الخط تقريبا بنفس الرصيد من النقاط، يعني ثلاث نقاط من فوز وهزيمة لكل منتخب، وكأني بنا قد بدأنا من لتوينا، بمعنى أنه بقيت جولة واحدة ممكن أي منتخب أنه يتأهل وأي منتخب أنه يتقصى، وبالتالي هذا يعني خلنا نتخوف كثيرا على مسار الفريق الوطني، وعلى أنه هذه الوضعية ربما تؤثر على حظوظه في التأهل. ونحن قد رأينا في بعد مباراة الأرجنتين وكأن أبواب التأهيل قد فتحت على مصراعيها بعد الفوز بهدفين لهدف واحد، وكان بالمناسبة هو الهدف هو الفوز الأول لكرة القدم الوطنية على منتخب أمريكي لاتيني في الألعاب الأولمبية. بعد ذلك جاءت مباراة أوكرانيا، يعني عكرت صفو ذاك الفرح اللي شعرنا به جميعا أمام بعد مباراة الأرجنتين، شعرنا بقلق كبير جدا إزاء الرعونة اللي تسم بها أداء الفريق الوطني، واللي خلى أن النقاط الثلاث تضيع كاملة بين أيديه وقد كان يملكها بين يديه. وهذه هي مشكلة بعض المنتخبات وبعض الفرق، مشكلتنا أيضا أننا لا نحسن التعامل مع بعض وضعية ديال المباريات. فبالتالي ونحن نصل إلى مباراة العراق، أعتقد على أنه خلافا لما كان يروج أن الفريق الوطني كان يملك مصيره بين إيده، بمعنى أنه الفوز هو الخيار المثالي والخيار النموذجي للمرور إلى الدور الثاني، وبذلك تحقيق ثاني تأهل من نوعه للدور الثاني في ثمانية المشاركات ديال الفريق الوطني المغربي ديال كرة القدم، علما أن التأهل الأول يعود إلى سنة 1972 إلى ميونخ. منذ ذلك الوقت الفريق الوطني المغربي عمره ما تمكن من عبور حاجز ديال دور المجموعات. فإذا كانت مباراة العراق تتفرض علينا أولا أن ننظر إليها وكأنها مباراة واحدة، يعني هي المباراة اللي غتعطينا التأهل وممكن تعطينا حتى صدارة المجموعة، أن نفوز بغض النظر عما سيفعله الآخرون، وبفوزنا ممكن على حسب الحصة أننا نأمل أن الفريق الوطني يمشي متصدر لهذه المجموعة حتى ينتقل إلى باريس إلى ملعب حديقة الأمراء وليس مدينة بوردو، ويلعب أيضا مع منتخب الوصيف المجموعة الأولى وليس متصدر المجموعة الأولى، لأن متصدر المجموعة الأولى في كل الحالات كان هو المنتخب الفرنسي، وأعتقد أنه من الصعب بمكان في أي بطولة أنك تلعب مع منتخب البلد المضيف. فإذا كانت المباراة ديال العراق كتمتنا خيار استراتيجي بالفوز فيها، وكان إزاء هذا الفريق الوطني مطالب بأنه يصحح العديد من الاختلالات اللي دارت في المباراة الثانية أمام أوكرانيا، وهكذا كان، يعني أن أهنئ الفريق الوطني لأنه تخلص أولا من الرواسب النفسية اللي خلاها أو الألم اللي خلفته الخسارة أمام منتخب أوكرانيا، وهذا شيء مهم جدا. العنصر الثاني هو أن اللاعبين تحاشوا أكثر ما يمكن السقوط في ذيك الفرديات الزائدة، والشيء الثالث أيضا هو أن المدرب طريق سكيتي هو أحسن التعامل مع هذه المباراة، وربما ما
ما جنحش الى المقامره او الاخطاء التي ارتكبت في مباراه اوكرانيا. كان عنده قرار شجاع، قرار ديال ترسيم اللاعب عبد الصمد الزنزولي مكان الياس بن صغير، اللي انا شخصيا شاهدت على انه لا يقدم منذ وصوله الى دوره الالعاب الاولمبيه الى باريس فرنسا ما كيقدمش مباريات كثيره، وبالتالي كان من الضروري اننا نمنحوا الفرصه لعبد الصمد الزنزولي اللي كان هو عميد ديال الفريق عند تتويجه باللقب الافريقي. واعتقد عبد الصمد الزنزولي ما خيبش الظن ديال المدرب ولا ديالنا كاملين، لانه قدم مباراه نموذجيه، قدم مباراه رائعه، توجها بتمريرة الهدف الثاني، وتوج أيضا بالهدف اللي سجله وكان هو الهدف الثالث للفريق الوطني، هدف يعتبر اليوم من أجمل الأهداف في مسابقة كرة القدم الأولمبية. إذا الفريق الوطني أنا في اعتقادي قدم المباراة اللي كنا كنتمناه، بخاصة الجولة الأولى اللي حسم فيها كل شيء وكأنه أقفل على المباراة بمزلاج، ولم يترك أي فرصة للمنتخب العراقي في العودة إلى النتيجة، على اعتبار أن الفريق الوطني كان متقدما ب3-0 مع الدقة 38 من الشوط الأول، الشيء اللي خلى أن الشوط الثاني الفريق الوطني يجاري الإيقاع، كيحاول يضبط هو الإيقاع ما يخليش ارتفع حفاظا على المخزون البدني للاعبين، وأيضا عطى نفسه الفرصة باش يسترجع الأنفاس، ولكن بقت المراقبة صارمة على مفاتيح اللاعب المنتخب العراقي لإخماد أي ثورة ممكن أن تأتي من المنتخب العراقي. صحيح. وبالتالي بقى الفريق الوطني مسيطر على الموقف إلى أن انتهت المباراة ب3-0 وإعلان الفريق الوطني متصدرا، على اعتبار أن الأرجنتين فاز ب2-0 على أوكرانيا. وهنا نبغي نوضح لماذا المغرب متصدر، برغم أن المنتخبين مع المغربي والأرجنتيني تساويا في عدد النقاط 6 نقاط، في عدد الأهداف المسجلة 6 وعدد الأهداف المقبولة 3 نسبة زائد 3، ولكن الفريق الوطني تفوق باش تفوق بالنقاط التي تستخلص من المواجهة المباشرة، وحنا أخذنا 3 نقاط من المواجهة المباشرة للمنتخب الأرجنتيني. إذن الصدارة عادت للفريق الوطني، وبالتالي الفريق الوطني إن شاء الله غادي ينزل إلى باريس إلى ملعب حديقة الأمراء ليلاقي هناك المنتخب ديال الولايات المتحدة الأمريكية. قبل ما ننطلقوا المباراة ديال الولايات المتحدة الأمريكية، ذكرتي السي بدر الدين الزنزولي، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي كاين واحد اللغط كبير وكاين واحد السخط كبير عليه، خصوصا بعد المقابلة ديال أوكرانيا، ومن بين القلائل اللي كيدافعوا على الزنزولي هو يعني انت اللي كدافع عليه، شفنا انه دافعتي في الاختيارات ديال الزنزولي. شوف انا دائما عندي واحد القناعه انني اولا لا ادافع على اي لاعب لمجرد ان ادافع عنه، ولا يمكن ان احبط اي لاعب من لاعبي الفريق الوطني بشكل مجاني، بمعنى انني عندما قلت على ان عبد الصمد الزنزولي ربما يستحق الرسميه خلال مباراه العراق، اولا عطفا على المستويات اللي قدمها لما دخل بديلا في المباراه ديال اوكرانيا، وقلتها ايضا لانني لمست ان الياس بن صغير لا يقدم ذات المستويات الرائعه جدا اللي كان قدمها مع الفريق الوطني في الاربع مباريات الاولى ديالو اللي لعبها من المنتخب الاول، وكأني به يتأخر كثيرا في الدخول إلى دورة الألعاب الأولمبية، وقد يبدو واضحا للجميع حتى من يدخل في مباراة العراق وضح جيدا على أنه لاعب يبحث عن نفسه، ما لقيش نفسه. أنا أقر على أن إلياس بن صغير لاعب بخامة رائعة جدا، لاعب للمستقبل، لاعب واعد بكل المقاييس، ولكن كنت كنشوف على أن ربما دخول عبد الصمد الزنزولي في هذه المباراة قد يكون أفيد للفريق الوطني، وهكذا كان بالنسبة للوليد بالنسبة لطريق السكيتيوي اللي حتى هو ربما شاف الأمور بنفس المنظار اللي كتزول العاطفة شي شوية، لابد الإنسان يحيد شوية العاطفة وياخذ ويزل الأشياء بميزانها. لم أقول بأنه دابا الآن غنخرج أنا وتكون عندي ديك جنون العظمة وأقول على أنني ديتو عبد الصمد الزنزولي وعبد الصمد الزنزولي سجل هدف وعطى هدف ما الى ذلك، ولكن كنت كنشوف اولا الحماس ديالو باش جاي للالعاب الاولمبيه، لنعرف جيدا على انه عبد الصمد الزنزولي منذ وقت طويل وكيغيب على الفريق الوطني، يعني تقريبا منذ كاس العالم بقطر عبد الصمد الزنزولي لا يترد على الفريق الوطني، الاكثر من هذا لما جاء الياس بن الصغير وكانه خذا له المكانه ديالو. ف
عبد الصمد الزلزولي كيشوف ان هاد كاس الالعاب الاولمبيه ربما تكون فرصه للانعتاق ويقول المدرب الوطني وليد الركراكي انا موجود اذا انا جدير وحقيق بك ان تنادي علي في القادم من المباريات. وهكذا كان بالنسبه لي عبد الصمد الزلزولي ما خدمش نفسه قدر ما خدم الفريق، خدم الفريق الوطني المغربي. وهنا انا دائما مع اللاعب اللي تيخدم المجموعه ماشي اللاعب اللي كيخدم نفسه، لانه عندما يخدم كيخدم المجموعه كيخدم نفسه بطريقه غير مباشره. فبالتالي اتصور عبد الصمد الزلزولي قدم اوراق اعتماده وكاني به خاطب وليد عفوا طريق سكيتيوي، لان المدرب اللي تيعطي المايو لواحد اللاعب تيقول له ها المايو ما تردوليش، بمعنى عض عليه بالنواجد. اتصور الان على ان عبد الصمد الزلزولي ما رجعش القميص لطريق سكيتيو، من غير المستبعد ان يكون عبد الصمد الزلزولي ايضا اساسيا في المباراه ديال الولايات المتحده الامريكيه. نمر الان الى المقابله المقبله. المغرب على كل حال تاهل الى دور الربع وسيواجه الفريق الامريكي، شنو هما الحظوظ ديال الفريق الوطني المغربي السي بدر الدين وكيفاش كتشوف هذه المقابله؟ ما عندناش خيار غير اننا نقولوا ان الامال ديالنا لازم ان تكون كبيره جدا. ما عندناش خيار من غير ان نقولوا اننا وصلنا لواحد المرحله ديال لا عوده، بمعنى انه لن نسمح ابدا لانفسنا اننا نغادر الالعاب الاولمبيه من بوابه الربع باضعف اداء، باننا نفرطوا في الفرصه ديالنا من اجل كتابه التاريخ. لان هذا الجيل، انا قلت قبل قليل، هذا الجيل عادل الانجاز اللي حقه المنتخب الوطني 1972 بقياده الاسطوره احمد فارس. صحيح. اليوم قد يفعل شيء افضل منه بكثير، واعتقد عنده الامكانيه باش يفعل شيء افضل من كثير، وهو ان يطل على الدور نصف النهائي، انه يمشي لنصف النهايه. ولما كتوصل نصف النهايه كتولي على بعد خطوه واحده من البوديوم الاولمبي. وهذا الجيل اعتقد بما يملك من الامكانيات وبالاراده اللي كيتوفر عليها بالقياده ديال التقنيه ديالو وبوجود ثلاثه لاعبين اعتقد يقدمون الشيء الكثير للفريق الوطني اللي هما فوق 23 سنه، لا اشرف حكيمي العميد والقائد والرجل الذي يقف على كل صغيره وكبيره وكياخذ بيد كل لاعب. يعني احنا شفنا في ارضيه الملعب كيف انه كيتصرف مع كل اللاعبين، شيء رائع جدا. يعني في ثوب قائد اشرف حكيمي، ثم ايضا مولاي الحمدي صمم امان ديال مرمى الفريق الوطني، ونضيف لهم ايضا سفيان الرحيمي اللي بصدد انجاز اولمبياد تاريخي الى كان الفريق الوطني المغربي عبر الدور الثاني وحقق في ذلك نفس الانجاز اللي حققه منتخب 72. ها هو سفيان الرحيمي ينفرد بلقب افضل هداف ديال الفريق الوطني في الالعاب الاولمبيه بعد ما كان تساوى مع احمد فارس، هو اليوم ينفرد بالصداره مسجلا 4 ديال الاهداف، ومازال ان شاء الله الشهيه مفتوحه، نتمنى انه يزيد يطور هذا الرقم هذا. فالاضافات بثلاثه ديال هاد اللاعبين ديال فوق 23 سنه تدل على ان الاختيارات كانت اختيارات جيده، اختيارات موضوعيه. ثم ايضا ما ننساوش ان هذا الفريق هذا متواجدين فيه تقريبا 10 ديال اللاعبين كانوا كيتواجدوا مع المنتخب الاول، وهذا عطى واحد اللحمه وعطى واحد الثقه لهذا الفريق. فاذا نرجعوا للموضوع ديالنا باش نقولوا بانه اليوم الفريق الوطني المغربي اصبح في مواجهه حلم كبير. يعني الان انهى النصف الاول من الحلم، وبنهايته غندخلوا الادوار خروج المغلوب اللي ما غادي يكونش فيها مجال للخطا. صحيح. الهامش غادي يضيق بزاف، لانه اي منتخب غادي ينهزم سيغادر، ما كاينش مباراه للتعويض. فبالتالي الفريق الوطني غادي يكون واعي بهذا الامر هذا، وهو يعرف جيدا على ان كل المنتخبات الثمانيه اللي وصلت الى الدور ربع النهائي كلها منتخبات قويه. ما يمكنش الانسان يتكلم على شي منتخب واصل للدور الثاني أو الدور الربع ومنتخب ضعيف. وبالتالي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية كيف شاهدنا، يعني باستثناء الخسارة الأولى ديالو أمام المنتخب الفرنسي ب3-0، بعد ذلك كان أعتقد فاز على نيوزيلندا لما خانتنيش الذاكرة، وفاز أيضا على منتخب غينيا بثلاثية نظيفة، وكأني به يقول للفريق الوطني أنا موجود. فبالتالي منتخب قوي جدا، كنعرفوا العقلية ديال اللاعبين الأمريكان، لا عقلية واقعية وصرامة والتحامات بدنية. إذن
الى حضرت التقنيه الفرديه ديالنا خصها تحضر في حدود معينه ما تكونش طاغيه، غادي تعطانا فرصه باش نكونوا كنستحوذوا على الكره، ولكن منين نستحوذوا خصنا نكونوا ايجابيين في الاستحواذ، اننا نكونوا اكثر نجاعه، نكونوا بنفس البراغماتيه والواقعيه اللي كنا عليها في مباراه العراق، ما غنجيبوش شي حاجه من السماء، هذه الاشياء مكتسبه. نتمنى ان الفريق الوطني المغربي يلعب بالامكانيات المكتسبه ديالو، لا التقنيه ولا التكتيكيه، لانه تؤهله ان شاء الله باش يصنع الفريق امام منتخب امريكي. اؤكد على انه غادي يكون ند قوي وقوي جدا للفريق الوطني، ولكن ما 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 ما, ما, ما كاينش هناك صعب على الفريق الوطني وعلى الأسود إلا ويهون بمشيئة الله بمساندة أعتقد جماهير عريضة جدا غادي إن شاء الله على غرار ما حدث في مباراتي أوكرانيا والأرجنتين، حيث توافد جمهور مغربي قياسي على ملعب جوفري غيشار، أيضا كان هناك جمهور ولكن أقل عددا في ملعب أرينا ريفيرا بمدينة نيس. أنا متوقع لأن ملعب حديقة الأمراء اللي كان شتم منه رائحة المبدعين والأساطير ديال كرة القدم الوطنية من 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 الراحل من لقب بأمير حديقة الأمراء عبد الرحمن بن محجوب إلى نجمنا الكبير أشرف حكيمي، إذا وكأني بأشرف حكيمي سيرحب بأسود الأطلس في حديقته وجماهير ديال باريس إن شاء الله وديال كل المدن الفرنسية وحتى اللي غادي يجيو من خارج فرنسا غادي يرحبوا بالفريق الوطني وغادي يكونوا له نعم السند لكي يعبر هذا الدور دور ربع نهاية وإن شاء الله نوصلوا نصف النهاية، وآنذاك سيكون لكل مقام مقال ولكل حديث أوان. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.